قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد الطالب أن الوضعية الوبائية بالمغرب باتت تتسم بانتشار واسع لمتحور أوميكرون الذي أصبح السائد في المملكة بنسبة تفوق 70%، مشيرا إلى وفاة 6 أشخاص بالمتحور الجديد إلى حدود اليوم. ضاف وزير الصحة في حوار خاص مع قناة ميديان تيفي أن معظم الحالات الوافدة على أقسام الإنعاش في حالة حرجة هي لأشخاص لم يتلقوا جرعات التلقيح، داعيا إلى الإسراع في تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح. هي في الحقيقة الدلتا بلس ما بقاش بلاصتو، لأن ملي كيجي أوميكرون أوميكرون اكتسح الساحة على حسب الدراسات الجينومية اللي عندنا في البلاد ديالنا، وكان حيت كاينة مراقبة مستمرة على مدى كل اسبوع. اليوم نقدر نقول لك الاوميكرون اجتاح البلاد من ناحية الوبائيه اكثر من 70%. يعني اليوم جميع الحالات نقدروا نشككوا فيهم بان كلهم اوميكرون. كنا كنسجلوا 150 حاله على المعدل قبل في ايام الدلتا في الاسابيع ما بعد شهر شتنبر، يعني اكتوبر نوفمبر. هذوك 150 كانوا ديال الدلتا، واليوم راه كنسجلوا 6000، يعني داك 6000 كلهم جايين ناتجة على الانتشار السريع ديال الاوميكرون. هو انتشار صاروخي الاوميكرون حقيقة. كنا نتكلموا على انه ليس بفتاك، وهذا استنتاج سريع في الوقت اللي كنشوفوا بعض البلدان اللي عندها عدد ديال الوفيات كل يوم. المغرب سجل حالة وفاة اولى باوميكرون، اليوم وصلنا ل 6 حالات اوميكرون اللي توفوا، فبالتالي ما يمكنش نستنتج ونقول بان ليس بقاتل. يمكن له يقتل والعدد ديال يمكن المؤشر ديال الاماته يكون اقل من الدلتا، ولكن حتى هو كيؤدي للوفاه، لان لما كيدخل فيروس لذات الجسم ديال الانسان وكيكون فيه هشاشه وعنده امراض مزمنه، فبالتالي المضاعفات اللي كتعرف الجسم ديال الانسان سببا لذاك الامراض المزمنه كتقدر تؤدي به للوفاه. فكيكون اوميكرون يالله سبب اللي كيسرع التدهور الصحي عند ذاك المريض. ماشي كلهم تلقاو اللقاح، كاين اللي ما تلقاش اللقاح حتى الجرعه الاولى مازال ما دارهاش. اليوم كنعرفوا ان في المصالح ديال الانعاش كانت عندنا تقريبا ازيد من 150 شخص اللي هو متكفل به في الانعاش، منهم في حاله حرجه قصوى عنده التنفس اختراقي، ومنهم اللي هو عنده امداد بالاكسجين فقط. هذه 150 حاله فيها تقريبا اكثر من 30% 34% من التدقيق ليس ملقحين، وكيل والباقي هما ملقحين وما عملوش الجرعه الثالثه لان تجاوزوا الفتره ديال الزمنيه المده الزمنيه اللي كتسمح لهم باش يديروا الجرعه الثالثه وما مشاوش عملوها.